طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا توتوريال رقم 7. توتوريال رقم 7 موضوع عن الاسمبلي زي ما احنا عارفين. بالنسبة للتوتوريال تبع اليوم اللي هو الاسمبلي، الشيء الاساسي اللي بدنا نكون عارفينه انه فعليا اذا بدنا نسوي اسمبلي مثلا زي الاسمبلي اللي شايفينها هنا، شغلنا مش راح يبدأ زي اللي راح نسويه في التوتوريال تبع اليوم. في التوتوريال تبع اليوم راح ناخذ القطع اللي هي جاهزة ونجمعها مع بعض، بس فعليا اذا بدنا نسوي اسمبلي زي هاي الشغل بيبدأ من خلال انه نساوي القطع نفسها البارتس زي ما تعلمنا في التوتوريالز السابقة لحد توتوريال 6 كنا نساوي بارتس. ففعليا كل قطعة من هذه القطع بدها تنعمل لحالها كبارت، واكيد الافضل انه نسمي كل بارت بالاسم الفعلي تبعها. فمثلا الكرانك نسميه كرانك، البستون نسميه بستون عشان يكون سهل علينا نميز هذه البارتس لما بدنا ندخلها على الاسمبلي. كل هذه البارتس اللي راح نستخدمها في الاسمبلي بدنا نجهزها ونجمعها في فولدر واحد، ولما بدنا نبدا الاسمبلي بنختار هذا الفولدر على اساس انه يكون الوركينج دايركتوري تبعنا، وبعد هيك بنبدا في الاسمبلي تبعتنا. طيب شو اللي راح نتعلمه في التوتوريال تبع اليوم؟ اكيد راح نتعلم كيف ممكن نجمع مجموعة من القطع مع بعض عشان نساوي اسمبلي، اللي هي ممكن تكون عبارة عن اي ماشين او ميكانيزم سواء تتحرك او ما بتتحرك، ما في مشكلة. غير هيك راح نشوف كيف ممكن نعطي different appearances او different colors للكمبوننت تبع الاسمبلي عشان نميزها عن بعض بسهولة زي ما احنا شايفين هنا. برضه راح نشوف كيف ممكن نعرف cross sections للassembly، وبرضه راح نشوف كيف ممكن نعرف exploded views زي الexploded view اللي شايفينه هنا. طيب هيك نكون جاهزين عشان نبدأ، فخلينا نبدأ على طول من الكريو. الخطوة الأولى طبيعي إنه نحدد working directory زي ما حكيت قبل هيك. الparts كلها already جاهزة موجودة في فولدر واحد، فراح نروح نختار هذا الفولدر بحيث إنه يكون working directory تبعنا. طيب البارتس تبعتي موجودة في هذا الفولدر اسمه tutorial 7 parts، هاي اخترته وضغط اوكي okay. هيك صار هو الوركينج دايركتوري تبعي. فهلا ممكن على طول ابلش اشتغل على الاسمبلي تبعتي، فزي كل مرة راح اروح على نيمو. طيب المرات السابقة كنا نساوي parts فما كناش نغير التايب، كنا نخليه على part. هذه المرة راح نساوي assembly فراح نغير التايب من part لassembly. نعطي اسم مناسب للأسمبلي تبعتنا، وبعد هيك ممكن نبدأ. طبيعي لو خلينا إشارة الصح على Use Default Template راح تكون اليونتس تبعتنا بالإنشز. إحنا هاي المرة بدنا نستخدم اليونتس بالمليمتر، فراح أشيل إشارة الصح اللي موجودة هون وأضغط OK. هسا بفتح لنا ويندو جديدة اللي هي بتورجينا Different Templates اللي موجودة. راح اختار هذه التمبلت اللي هي Millimeter Newton Second Assembly Design. فبعد ما اخترت هذه التمبلت ضغطت OK، هيك بكون بدأت أشتغل على الأسمبلي الجديدة تبعتي اللي هي سميتها T7 زي ما هم بيّن عندنا هنا في المودل 3. طيب زي ما انتم شايفين المودلينج أريا في عندنا Empty Space، لسه ما حطيناش أي شيء. هسه فعليا كل الكومبوننتس اللي عندنا بنبلش ندخلها على الأسمبلي واحدة واحدة ونركبها على بعض بطريقة معينة. بالنسبة للأسمبلي في إلها الكورين سيستم تبعها زي ما احنا شايفين، وفي عندنا برضو داتم بلينز، هذه داتم بلينز تبعت الأسمبلي. طيب هسا كل ما بدنا نضيف كومبوننت جديدة بنضغط على الايكون اللي موجود هنا اللي هو الأسمبل، بنروح على الوركينج دايركتوري ونختار الكومبوننت اللي بدنا ندخلها. طيب قبل ما نبدأ في تدخيل الكومبوننتس بدنا نكون في البداية متخيلين شو شكل الاسمبلي اللي عنا عشان نحدد اي كومبوننت اللي بدنا نبدا فيها فعليا. هاي شكل الاسمبلي اللي عنا. هسه فعليا انا ممكن اختار اي واحدة من هذول الكومبوننتس وابدا منها، يعني مثلا ممكن اخذ الرجل اول قطعة وابلش اجمع بقية الكومبوننتس، ما في مشكلة. بس عادة احنا لما بدنا نبدا اي اسمبلي بنحاول انه اختيارنا يكون منطقي بحيث انه نختار كومبوننت بده يتجمع عليها بشكل مباشر عدد كبير من الكومبوننتس. ففعليا هون انسب اشي انه اختار هذه القاعدة تبعت الطاولة اسمها بيس. طيب فراح اختار هذه القاعدة تبعت الطاولة عشان بركب عليها مجموعة من القطع بشكل مباشر زي ما احنا شايفين. طيب راح اروح على الاسمبل، فتح معاي
الوركن دايركتوري تبعي. هنا كل البارتس اللي موجودة جوا الفولدر مبينة، طبيعي ممكن نميزها من خلال الأسماء زي ما حكيت، من الأفضل أنه نكون مسميين كل كومبوننت باسمها الفعلي عشان نميزها من خلال الاسم. بس احنا فعليا مش راح نعتمد على الاسم لوحده، راح نضغط هنا بريفيو، فبصير أي كومبوننت نختارها من الليست يورجينا شكلها أو يورجينا البريفيو تبعتها عشان نتأكد منها قبل ما ندخلها على الاسم دي. طيب عموما اول كومبوننت زي ما اتفقنا راح تكون هذه القطعه اللي اسمها بيز، فاخترناها وضغطنا اوبن. طيب هيك هذه الكومبوننت دخلت على الاسمبلي سبيس زي ما احنا شايفين. كل ما تدخل معانا كومبوننت جديده على الاسمبلي سبيس تفتح معانا هذا التاب اسمه كومبوننت بليسمنت. هسه من خلال هاي راح نثبت القطعة في مكانها، نحركها مكان معين، نثبتها في هذا المكان ونضغط إشارة الصح. هسه بدنا ننتبه لهنا إنه إشارة الصح اوريدي موجودة، فممكن حدا يفكر يقول أنا راح أضغط إشارة الصح على طول زي مثلا ما أنا سويت حاليا. فعليا أنا سويته خطأ، ما بصير إنه نشتغل بهاي الطريقة. صحيح إنه الكومبوننت مبينة إنها دخلت على الأسمبلي سبيس، بس فعليا اللوكيشن تبعها مش معروف بالنسبة للسوفت وير. احنا لازم نعرف اللوكيشن تبعها باستخدام شيء بنسميه constraints. هسه لو انا دخلت مجموعة القطع كلها بهذه الطريقة، يعني مجرد دخلتها اوكي اوكي اوكي، ممكن بعد هيك حتى لو كانت ظاهريا مبينة ان القطع مرتبة بشكل صحيح، لما اجي افتح الاسمبلي بعد هيك الاقي انه تحركت من الاماكن اللي كانت ظاهرة انه موجودة فيها. فعموما بس سويت هيك عشان احكي انه هذا الاشي خطأ، راح ارجع اساوي edit definition، فهيك بيرجعني على الكومبوننت بليسمنت. لاحظ الستاتس حاليا شو مكتوب، نو كونسترينز. احنا فعليا قبل ما نضغط اشاره الصح لازم الستاتس هنا يكون تغير من نو كونسترينز لفولي كونسترينت. طيب هسه هذه الكومبوننت بما انه دخلت جديد لسه ما فيش عليها اي كونسترينت، هي فعليا حره الحركه بشكل كامل، يعني ممكن امسكها احركها. لاحظ هنا في عندي مجموعه الاسهم والاقواس، هذه بتورجيني degrees of freedom اللي متوفرة حاليا. حاليا بما انه هذه بتتحرك بحرية كاملة لها 6 degrees of freedom، ثلاثة منهم translation زي ما احنا شايفين ممكن نحرك باستخدام هذه الاسهم، وثلاثة منهم برضو rotation حوالي ال x axis حوالي ال y axis وبرضو حوالي ال z axis. طيب فممكن نحركها بهاي الطريقة ونجيبها في اي مكان بدنا اياه، بس احنا هيك ما حطيناش constraint، يعني ما عرفنا اللوكيشن تبعها. كيف بدنا نعرف اللوكيشن تبعها؟ من خلال drop down list اللي موجودة هون. خلينا نضغط على السهم ونطلع. اللي شايفينه في drop down list هون اللي هي الانواع المختلفة من constraints اللي متوفرة ممكن نستخدمها، راح نتعرف على مجموعة كبيرة منهم من خلال التوتوريال تبع اليوم، زي distance, angle, offset, parallel, coincident. ففي عنا مجموعة كبيرة راح نحكي عنهم لما نوصل لهم. طيب هسه قبل ما نختار الكونسترينت المناسب عشان اول كومبوننت بدي انبه على شغله، انه في عندي هنا دروب داون ليست ثانيه، خلينا نفتحها نطلع عليها. اللي موجود في دروب داون ليست الثانيه اللي موجوده هون هي فعليا مش كونسترينتس، هي فعليا جوينتس او كونكشنز. هذه بنستخدمها لما نكون بدنا نعرف ميكانيزم تتحرك ونساوي عليها motion analysis، مثلا نحط forces، نعرف motor، نحسب سرعات، اشي زي هيك. طبيعي احنا في هذا اول tutorial على الاسمبلي، فمش راح ندخل في اشي advanced زي هيك موضوع motion analysis. فعموما بس بحكي هذا الحكي عشان ننتبه انه مش راح نستخدم هذه drop down list اللي موجودة هون، راح نستخدم drop down list اللي موجودة هون. طيب خلينا نفتحها. هسا عموما زي ما حكينا في عنا انواع مختلفة من الكونسترينتس، الاسماء تبعتها واضحة فممكن نتخيل شو نوع هذا الكونسترينت من خلال الاسم. عموما هذه اول كومبوننت بندخلها على الاسمبلي، فمش راح نستخدم معاها كونسترينت معقدة او ادفانسد. فعليا الكونسترينت اللي راح نستخدمه الاول كومبوننت اللي هو اخر واحد اسمه ديفولت. شو اللي راح يسوي لي اياه ديفولت كونسترينت؟ لاحظ انه البارت لها الكوريان سيستم تبعها هي موجود هنا، والاسمبلي لها الكوريان سيستم تبعها هي موجود هنا. اذا بختار نوع الكونسترينت ديفولت اللي راح يصير انه راح يحرك لي البارت بحيث انه الكوريان سيستم تبعها ينطبق على الاسمبلي كوريان سيستم، يعني راح يحط لي اياها في الاوريجن تبعت الاسمبلي. خلينا نختار ديفولت ونشوف شو اللي بصير. فزي ما انتم شايفين تحركت البارت.
اجت هنا بحيث انه تطابق الكوريان سيستم تبعها مع الكوريان سيستم تبع الاسمبلي. لاحظ كل الاسهم والاقواس اختفت عشان صار عندي حاليا 0 degrees of freedom. القطعه صارت اوريدي مثبته، ثابته في مكانها وما بتتحرك. واذا بنلاحظ حاليا الستاتس تغير من no constraint زي ما كان في البدايه، حاليا صار fully constraint زي ما احنا شايفين. طيب هيك بنكون خلصنا من اول كومبوننت، فبنضغط اشاره الصح. فهاي اول كومبوننت في الاسمبلي دخلت وبينت، ومبينه عندي برضه في المودل 3 هاي هالبيس اول كومبوننت. طيب هسه بدي اضيف الكومبوننت اللي بعدها، فبرد بعيد نفس البروسيجر. خليني مبدئيا اخفي الكوردينت سيستم والديتم بلينز، لما احتاجها برد بظهرها زي ما احنا عارفين. طيب عشان اضيف الكومبوننت الثاني برد بعيد نفس العمليه. هسا بدي اختار الكومبوننت الثانية اللي بدي ادخلها على الاسمبلي، راح اختار اي كومبوننت من الكومبوننت تركب بشكل مباشر فوق هذه القاعدة او فوق البيس. فراح اختار القطعة اللي بتركب هنا اللي هي هذه القطعة اسمها سلندر. فراح اروح ادور على القطعة اللي اسمها سلندر، هيها لقيتها، تأكدت من شكلها من خلال البريفيو وضغطت اوبن. هسا دخلت على السبيس تبع الاسمبلي، حط لي اياها في مكان عشوائي arbitrary location، لسه بتتحرك لها 6 degrees of freedom. اكيد بقدر احركها بهذه الطريقة، بس احنا هنا بدنا نحركها ونجيبها محلها، بس مش بالتحريك اليدوي، راح نحركها ونجيبها محلها باستخدام constraints. طيب خلينا نبدأ نتطلع شو الconstraints اللي ممكن نستخدمها عشان نجيب هذه القطعة نحطها في مكانها الصحيح هنا. طيب هسا خلينا نفتح دروب داون ليست تبعت انواع الكونسترينت اللي موجوده. الكونسترينت اللي راح نبدا فيه الاسمبلي تبعنا اللي هو الكونسيدنت. شو هو الكونسيدنت كونسترينت؟ لو اخترت نوع الكونسترينت تبعي كونسيدنت وجيت اخترت تو فلات سيرفيسز، ببساطه راح يخلي هذول التو فلات سيرفيسز كونسيدنت، يعني اثنين في نفس البلين وما فيش بينهم اي اوفست. فخلينا نشوف، مثلا اخترت كونسيدنت، هسا راح اختار التوب سيرفيس تبع القاعدة وراح اختار الباتم سيرفيس تبعت السلندر. فهيك حرك لي السلندر، حط لي اياه على مستوى السطح العلوي تبع التيبل. اذا نطلع هنا على degrees of freedom، لاحظ انه ثلاثة منهم اختفوا، مظلش عندي غير 3 degrees of freedom. translation بهذا الاتجاه، translation بهذا الاتجاه، بالاضافة لروتيشن حوالي هذا الاكسس. هسه هذلاك 3 degrees of freedom اختفوا بسبب الكونسترينت اللي انا استخدمته اللي هو كونسيدنت. طيب بالنسبه لهذا الكونسترينت اللي استخدمته اللي هو كونسيدنت، زي ما حكينا تو فلات سيرفيسز خلاهم في نفس الليفل او في نفس البلين. حاليا زي ما انتم شايفين هذا السيرفيس النورمال تبعه او بتطلع لفوق، بينما هذا السيرفيس بتطلع لتحت بشكل معاكس. فيعني فعليا كانه تو سيرفيسز بتطلعوا باتجاهات متعاكسه او اتجاهات متقابله. ممكن في بعض الحالات اكون انا بدي التو سيرفيسز يطلعوا في نفس الاتجاه، فاذا بدي اساوي هيك بعكس باستخدام السهم. فلاحظ لما ضغطت السهم هلا خلى لي هذول التو سيرفيسز النورمالز تبعهم يطلعوا بنفس الاتجاه، اذا بضغط على السهم كمان مره بخليهم يطلعوا في اتجاهات متعاكسه اذا بحتاج اني اعكس الاتجاه. بس فعليا هذا هو الاتجاه اللي انا محتاجه حاليا. طيب حطيت اول constraint، حطيت هذه على مستوى سطح الطاولة، ظل علي فعليا بدي احركها لجوا وبدي اجيبها هنا في المنتصف. طبيعي ممكن اجرب احركها يدوي، بس احنا اكيد مش راح نحرك يدوي، احنا بدنا نحرك باستخدام constraint. فخلينا نيجي هون على placement، نفتح بيورجينا list of constraints اللي حطيناها already. فاحنا حاليا حطينا constraint واحد اللي هو constraint، خلصنا منه، بدنا نضيف constraint جديد، فنضغط هنا على new constraint. هسا بالنسبة للconstraint الجديد برضه بدي أحدد شو نوع الconstraint اللي بدي أستخدمه. المرة اللي فاتت استخدمنا coincident، هلا بدل coincident راح أستخدم constraint مختلف اسمه distance. شو فكرة هذا الconstraint؟ الفكرة الأساسية زيه زي الconcident، راح يخلي السطحين اللي بختارهم متوازيات، بس بدل ما يكونوا coincident او في نفس الليفل نفس البلين، راح يخليني ادخل الديستنس او المسافه ما بينهم. ففعليا هذا اللي راح استخدمه، راح اجي اختار هذا السطح مع هذا السطح واحدد قديش بدي المسافه تكون ما بينهم.
فهاي اخترت من هون ديستنس، جيت على هذا السطح واخترته، جيت على هذا السطح واخترته. لاحظ مبدئيا حط لي اياهم في نفس الليفل كانه استخدمت الكونسيدنت، عشان الاوفست محطوط حاليا زيرو. انا اكيد ما بديش استخدم اوفست زيرو، لو بدي استخدم اوفست زيرو اصلا ما كانش في داعي ان استخدم الديستنس، كان ممكن استخدم كونسيدنت زي المره فاتت. هلا بدي احط قيمه الاوفست اللي بدي اياها، فمثلا خليني اجرب 100 متر. طيب فهي تحرك 100 بحيث انه صار في عندي مسافه 100 مليمتر ما بين هذا السطح وهذا السطح، بس زي ما انتم شايفين ال100 صارت او تحركت باتجاه الخطا، انا ما بدي اتحرك بهذا الاتجاه، بدي اتحرك بالاتجاه المعاكس. ممكن طبيعي اغير باستخدام الباكس اللي موجود هنا، او ممكن احط هنا اشاره نيجاتيف، فهي خليني احط نيجاتيف 100، فهيك عكس الاتجاه. طيب هيك انا صار عندي تو كونسترينتس عرفتهم بالنسبه لهذه الكومبوننت، اول واحد اللي هو شفناه الكونسيدنت، الثاني اللي هو الديستنس. اذا بنيجي نطلع حاليا كم ديجري اوف فريدم ظل هذه الكومبوننت، لاحظ انه مش ظل عندي غير ديجري اوف فريدم واحده اللي هي هذه، وانا فعليا لسه بدي احرك بهذا الاتجاه بحيث اني اجيب هاي الكومبوننت تيجي في نص الطاوله بالضبط. فعشان احركها واجيبها في نص الطاوله بالضبط راح اضيف كونسترينت ثالث، فكمان مره اضغط على نيو كونسترينت. طيب هضغط على نيو كونسترينت، شو نوع الكونسترينت اللي ممكن استخدمه؟ ممكن استخدم ديستنس زي ما سوينا قبل شوي، واختار هذا السيرفس مع هذا السيرفس واحدد المسافه ما بينهم. اكيد لازم اكون عارف المسافه، واي واحد ساوى الكومبوننت سبعه الاسمبلي بتكون عنده المسافات وعارفها، ما في مشكله. بس على سبيل المثال لو انا بدي اختصر على حالي الشغل، بدي اسهل حالي، بدل ما اختار ديستنس وادخل المسافه، هذه انا راح اسويها بسهوله باستخدام الكونسيدنت. كيف ممكن اسويها باستخدام الكونسيدنت؟ ببساطه بدل ما استخدم السيرفيسز اللي انا شايفها راح استخدم الداتم بلينز. لاحظ انه في عندنا داتم بلينز انا اخفيتها، بس ممكن اظهرها اذا بتساعدنا في الاسمبلي ممكن نستخدمها. طيب هاي اظهرت الداتم بلينز، لاحظوا معي انه في عندي هنا داتم بلين في منتصف الاسمبلي او في منتصف الطاوله، وفي عندي برضه داتم بلين في منتصف الكومبوننت اللي هي السلندر. فبما اني اخترت نوع كونسترينت كونسيدنت، هسه راح اجي اختار هذا الداتم بلين مع هذا الداتم بلين، فزي ما انتم شايفين اتحرك السلندر واجا بالضبط في منتصف التيبل. الستاتس حاليا اتغير صار فولي كونسترينت. لاحظ انه قبل ما نحط هذا الكونسترينت الاخير كان بارشلي كونسترينت لساته. طيب هلا بما انه صار فولي كونسترينت بكون خلصت من الكومبوننت الثانيه، وبضغط صح بما اني كملت الكومبوننت بليسمنت. خليني ارجع اخفي داتا بلينز. طيب هلا صار عندي تو كومبوننتس في الاسمبلي تبعتي، اول واحده اللي هي البيس، ثاني واحده اللي هي السلندر زي ما احنا شايفين. طيب خلينا نضيف كومبوننت ثالثه للاسمبلي، راح اضيف البراكت. في عندنا تو براكتس، واحد يركب هنا واحد يركب هنا، خلينا نتاكد ونشوفهم. زي ما انتم شايفين هذول البراكتس بدنا نركبهم حاليا. طيب فراح ارد اعيد نفس العمليه اسمبل، بدي اروح ادور على البراكت، هاي البراكت موجود هنا، اخترته تأكدت منه اوكي، فهي ضغط اوبن. طيب دخل عندي البراكت على الاسمبلي زي ما احنا شايفين، ممكن احركه اجيبه في اي مكان بدي اياه، بس زي ما حكينا احنا راح نثبته في مكانه الصحيح، مش باستخدام التحريك اليدوي زي هيك، باستخدام الكونسترينتس. هسه على كل الاحوال بس عشان نكون في الصوره، يعني ممكن يصدف في حالات نادرة انه نحرك كومبوننت بشكل يدوي وخلص بدنا نثبتها في المكان اللي احنا حطيناها فيه بشكل يدوي. هسه اكيد مش راح احركها بشكل يدوي زي هيك، حتى لو شايف المكان اللي انا جبتها فيه صحيح واضغط على إشارة الصح وستاتس بيعطيني نو كونسترينت، عشان زي ما حكيت لكم ممكن ارد افتحها بعد هيك الاقيها اتحركت. اللوكيشن تبعها مش محدد بما انه الستاتس مش معطيني فولي كونسترينت. إذا بدي أسوي إشي زي هيك، يعني أحرك إشي بشكل يدوي وخلص أثبته في مكانه اللي تركته فيه، وقتها ممكن أستخدم constraint اسمه fix. خلينا نطلع عليه. هاي مثلا هذا constraint اسمه fix، لاحظ لما أختار fix اختفت كل degrees of freedom وستاتس صار fully constraint. فعليا هذه البارت أو هذه الكومبوننت الآن ثابتة في المكان اللي أنا تركتها فيه. هسا إذا هذا المكان مناسب ممكن أضغط إشارة الصح، وهيك بكون حطيت الكومبوننت في مكانها. بس اكيد احنا ما بدنا نسوي زي هيك،
بس هنا كانت الفكرة انه ارجيك هذا النوع من الكونسترينت اللي اسمه فيكست، فراح ارجع اسوي لها edit definition وراح الغي الكونسترينت اللي حطيته اللي هو فيكست. طيب احنا مش راح نستخدم فيكست هنا، راح نستخدم كونسترينت زي اللي استخدمناه المرة اللي فاتت. اول واحد ممكن نستخدمه اللي هو coincident زي ما سوينا المرة اللي فاتت، راح اختار top surface تبع البيس مع البوتم سيرفيس تبع هاي الكومبوننت. طيب هيك حرك لي الكومبوننت، حط لي اياها على مستوى سطح الطاوله، اختفت او التغت 3 degrees of freedom، ظل عندي بس 3 degrees of freedom زي ما احنا شايفين. خليني احرك هاي اجيبها قريب من اللوكيشن اللي بدي احطها فيه عشان اقدر اساوي زوم اطلع عليها بشكل اوضح. طيب هسه هذا البراكت فعليا بدي اركبه على الطاوله بحيث انه النقاط او الهولز تبعت البراكت تنطبق على الهولز اللي موجودة عندي في التابل. فاذا طابقت الهولز فوق بعضيها هيك اللوكيشن تبعي بيكون صحيح 100%. طيب فكيف ممكن اسوي هذه العملية؟ برضو ممكن اسويها باستخدام الكونسترينت اللي استخدمناه قبل هيك اللي هو كونسيدنت. خلينا نشوف. هسا سوينا كونسيدنت اول مرة ما بين الاسطح الفلات سيرفيسز وخلصنا منها، فراح اضغط على نيو كونسترينت. New constraint كمان مرة راح استخدم coincident، وهذا الاشي كويس في coincident انه له استخدامات كثيرة. احنا استخدمنا اول مرة او يعني كذا مرة لحد الان على two flat surfaces، فخلى two flat surfaces يكونوا parallel في نفس plane في نفس level. طيب زي ما نقدر نستخدمه على flat surfaces ممكن نستخدمه على curved surfaces زي مثلا curved surface تبع الهول. لما نستخدمه على curved surfaces شو اللي راح يساوي؟ curved surface او يعني arc له center، فلما نختار two curved surfaces راح يخلي centers تبعت two curved surfaces يتطابقوا فوق بعضهم. خلينا نشوف. فمثلا باجي على هذه الهول بختار curved surface تبعها، باجي على هذه الهول بختار curved surface تبعها، هيك حرك لي الكومبوننت بحيث انه two holes انطبقوا فوق بعضهم. يعني ببساطة هو ما بتعامل مع الهول بحد ذاتها، هو بتعامل مع center line، فبيخلي two center lines تبعت الهولز او two center lines تبعت curved surfaces يتطابقوا فوق بعضهم يصيروا كولينير. طيب اذا بنطلع على status تبعنا حاليا، احنا قبل ما نضيف هذا الكونسترينت كان مكتوب هنا partially constraint اذا انتبهنا عليها. هسه حاليا status صار fully constraint، بس فعليا احنا عارفين انه الكومبوننت هاي لسه ما ثبتت، لسه بتقدر تتحرك. شو الحركة اللي لساها ممكنة؟ فعليا rotation. بس ليش مبين عنا هنا fully constrained؟ ببساطة عشان software لحاله بيساوي assumption. لما يكون ظال عنا بس degree of freedom واحدة مرات بيساوي assumption انه راح يثبت هذا degree of freedom. هسا اذا انا شايف انه الكومبوننت هيك موجودة في وضعها الصحيح ممكن اخلي assumption بما انه عندي fully constrained اختار صح واكمل. اذا اللوكيشن لساته مش صحيح، لا انا مش مضطر انه اخذ الاسامشن اللي هو معطيني اياها. فلاحظ لما اشيل اشاره الصح هنا على allow assumption ببين معاي الستاتس انه لساته partially constrained، واحنا زي ما احنا عارفين لسه في عندي rotation ممكن، يعني لسه ظل عندي degree of freedom واحده. طيب هسه انا بدي هذه الكومبوننت اثبتها في مكانها الصحيح. كيف ممكن اثبتها في مكانها الصحيح؟ اسهل اشي باستخدام الهولز، اخلي هذول التو هولز ينطبقوا فوق بعضهم. كيف ممكن اسوي هذا الاشي؟ زي ما سوينا قبل شوي باستخدام coincident، فراح اختار new constraint. هسه نوع new constraint برضو راح يكون coincident. طيب ممكن اجي اختار curved surface هذا مع curved surface هذا، بس انا مش راح اسوي هيك. انا هاي المرة راح استخدم اشي مختلف، راح استخدم الاكسس. هاي اظهرت الاكسس. هسه الكونسيدنت بنقدر نستخدمها على فلات سيرفيسز واستخدمناها، بنقدر نستخدمها مع كيرد سيرفيسز اوريدي استخدمناها وشفنا هذا الاستخدام، برضو ممكن نستخدمها مع اكسس. هسه اذا بستخدمها مع اكسس الفكره بسيطه جدا، بختار الاكسس الاولاني وبختار الاكسس الثاني، بخلي هذول التو اكسس كولينير ينطبقوا مع بعض يصيروا امتداد نفس الخط. فخلينا نسوي هاي العمليه. هاي الاكسس الاولاني تبع الهول وهاي الاكسس الثاني تبع هذه الهول، اخترتهم فخلاهم coincident. لف لي اياها، حط لي اياها بالشكل الصحيح. اذا بنطلع على status حاليا صار fully constrained، وهي فعليا هيك الكومبوننت ثبتت بشكل كامل، صار لها 0 degrees of freedom.
طيب هيك خلصت من هذه الكومبوننت، فهي ضغطت على إشارة الصح. طيب خليني أرجع أخفي الأكسس بما أنه بطلت أحتاجهم حاليا. هلا بدي أضيف كمان كومبوننت، راح أضيف البراكت اللي مقابلة لهاي. هسه البراكت المقابلة لهاي هي نفس البارت، راح أدخلها مرة ثانية وراح أحطها هنا في البوزيشن اللي مقابل هذا البوزيشن. طيب فخليني أضيف البراكت اللي بعد هيك، فراح أضغط أسمبل كمان مرة، اللي هي نفس الكومبوننت اللي هي براكت، راح أدخلها كمان مرة. ما في مشكلة إذا بتدخل نفس الكومبوننت أكثر من مرة، كل مرة بتحطها في مكان مختلف. طيب فهي اخترت البراكت وضغطت open، دخلت عندي هذه القطعة على الأسمبلي. هلأ بدي أحدد اللوكيشن تبعها، وبعد هيك بضغط إشارة الصح. حاليا بدأنا فستاتس الساتو no constraint. كيف ممكن نثبتها ونجيبها مكانها؟ ممكن نستخدم بالضبط نفس الكونسترينتس اللي استخدمناهم المرة اللي فاتت، coincident السيرفس اللي تحت مع السيرفس اللي فوق، والهول مع الهول، والهول مع الهول. طيب هسا هاي المرة بدنا نجرب نستخدم فكرة جديدة، اللي هي بدل ما نحدد نوع الكونسترينت لوحدنا في البداية، راح نستخدم اوتوماتيك. شو فكرة اوتوماتيك كونسترينت؟ اوتوماتيك كونسترينت انت بتخليها اوتوماتيك، بتروح تختار ليش اللي بدك اياه، اللي هو ممكن يكون فلات سيرفيسز او كيرف سيرفيسز او واتيفر. بناء على اللي انت اخترته السوفت وير بيساوي جيس شو نوع الكونسترينت اللي انت محتاجه، بعطيك كونسترينت معين، اما كونسيدنت او ديستنس او واتيفر. في كثير من الحالات بيكون هذا القص صحيح، فانت ممكن تخليه زي ما هو، اذا ما كان صحيح انت بتغيره. خلينا نجرب. عموما هنا انا ما غيرت نوع الكونسترينت، ما حطيت كونسيدنت، لساتني على اوتوماتيك. راح اجي على هذا السطح واختاره، واجي على هذا السطح واختاره، فهي حرك لي السطحين، حط لي اياهم على نفس الليفل، ولاحظ شو نوع الكونسترينت اللي اعطاني اياه، كونسيدنت. وفعليا انا كنت بدي كونسيدنت، هذا هو الكونسترينت الصحيح اللي بدي اياه. طيب خلصت من الكونسترينت الاول، هسه بدي اضيف كمان كونسترينت، بدي اخلي هذه الهول تتطابق مع الهول اللي موجوده هون. فراح اضغط نيو كونسترينت، وبرضه راح استخدم الاوتوماتيك. فخلينا نشوف الاوتوماتيك كمان مره. راح اجي على هذه الهول واختار كير سيرفيس، وراح اجي على هذه الهول واختار كير سيرفيس، فهي حرك لي اياهم، حط لي التو هولز فوق بعضيهم مباشره، و نوع الكونسترينت كونسيدنت، وفعليا هذا اللي انا بدي اياه حاليا. لاحظ يعني اذا ما كان هذا هو نوع الكونسترينت اللي انا بدي اياه، ممكن افتح الليست واختار فعليا شو الكونسترينت اللي بدي اياه. طيب فهاي الكونسترينت الثاني اللي هو كونسيدنت، وفعليا صحيح انا بدي كونسيدنت. طيب اعطاني حاليا الستاتس فولي كونسترينت بناء على اسامبشن، فهو فعليا لسه ما هوش فولي كونسترينت، هذه بيقدر يلف لساته. لاحظ انه لسه في عندي روتيشنال ديجري اوف فريدم. طيب هسه انا ممكن اخليه اللو اسامبشن لو كان البوزيشن صحيح، بس لاحظ اذا بتطلع على هذول التو هولز فعليا مش منطبقات فوق بعض بشكل صحيح، فمش راح اتركها بناء على الاسامبشن، لا راح اضيف كونسترينت جديد، فراح اضغط نيو كونسترينت. طيب هسه برضو كمان مره راح استخدم اوتوماتيك، هذا السطح مع هذا السطح خلاهم ينطبقوا. هسه نوع الكونسترينت اللي اعطاني اياه هنا اورينتد، سواء اورينتد او كونسيدنت، اثنين لهم نفس المعنى في حاله زي هيك. طيب فهي هيك صار الستاتس عندي فولي كونسترينت، خلصت، فبضغط على اشاره الصح. طيب هاي صار عندي تو براكتس راكبات مقابل بعضهم. هسه خلينا نضيف كومبوننت جديده للاسمبلي، راح احط القطعه اللي بتركب فوق هذه السلندر اللي اسمها الكفر. فخليني اروح افتح الليست تبعت الكومبوننتس، ادور على القطعه اللي اسمها الكفر. هاي اخترت القطعه اللي اسمها الكفر، هاي اخترت اوبن، دخل الكفر زي ما احنا شايفين. هسه بدي اجيبه اركبه مكانه باستخدام كونسترينتس زي ما بنساوي دائما. احنا استخدمنا الاوتوماتيك المره اللي فاتت، انا فعليا ما بفضل اني اظل استخدم الاوتوماتيك، بفضل اني اختار الكونسترينت اللي بدي اياه من البدايه، وخصوصا للشخص اللي بده يتعلم الافضل انه يحاول يختار الكونسترينت اللي بده اياها لوحده عشان يفهم شو انواع الكونسترينت اللي متوفرة، بدل ما يظل يشتغل على اوتوماتيك والسوفت وير يختار له لوحده، وممكن هو بهاي الطريقة ما يتعود على انواع الكونسترينت ويميز ما بينها. طيب
الكونسترينت الاولاني اللي بدي استخدمه اللي هو كونسيدنت. هاي اخترت كونسيدنت، راح اختار التوب سيرفيس تبع هذه القطعه مع اللور سيرفيس تبع هذه القطعه، فاحط لي اياهم على نفس الليفل. كمان مره برجع بذكر اذا ما كنا بدنا السطحين يكونوا متقابلات ممكن نعكس الاتجاه باستخدام السهم، او من هنا اللي هي فليب نفس الفكره. طيب هاي اضفنا اول كونسترينت، خلصنا من 3 degrees of freedom، ضايل عندنا 3 degrees of freedom. طيب هسه هذه بدي احركها واجيبها مكانها، فراح اضيف كمان constraint ثاني. في المرة الثانية برضو راح استخدم coincident، راح اخذ هذا السطح مع هذا السطح، فلاحظ هاي احط لي اياهم بحيث انهم يكونوا coincident. هسه ضايل عندي degree of freedom واحدة، لاحظ هنا اثنين coincident وبتطلعوا في نفس الاتجاه. اذا ما كنت بدي اياهم بنفس الاتجاه اكيد بقدر اساوي فليب زي هيك. طيب عموما هذا هو الاتجاه الصحيح. طيب ظل علي هاي الحركة، وانا فعليا بدي احركه بحيث انه هذولا اثنين ينطبقوا فوق بعض مباشرة، فراح اضيف new constraint، والconstraint الجديد برضو راح يكون coincident، وراح اختار هذا السيرفس مع هذا السيرفس، فهيك اثنين صاروا في نفس البلين، الستاتس صار fully constrained والكفر صار في مكانه الصحيح. فهاي خلصت وهاي ضغطت على الاشارة الصح. طيب بعد ما اضفت الكفر بدي اكمل الاسمبلي تبعتي. هسه الخطوة القادمة بدي احط القطعة الداخلية اللي بدها تيجي داخل هذه الهول او البستون. طيب هسه عشان اركب البستون فعليا لو اجيت افكر حاليا بقول انه كان مفروض احط البستون في الاول قبل الكفر، عشان الكفر بيغطي علي ومش راح اشوف السطح الداخلي وانا بركب البستون. طيب هل الحل انه اروح الغي الكفر وادخل البستون؟ لا ما في مشكلة، انا دخلت الكفر بدي حاليا اشوف تحته، فببساطة ممكن اسوي له هايد. يعني اي كومبوننت بدخلها في اي لحظة ممكن اسوي لها هايد تختفي من الموديل بشكل مؤقت، بس هي فعليا لسه بتظلها موجودة. طيب هاي سوينا هايد للكفر، لاحظ ان الكفر لساته موجود، في اي لحظة بقدر اسوي له ان هايد ويبين. طيب انا بس اخفيته عشان اشوف السلندر بشكل اوضح واقدر اركب البستون بشكل صحيح. طيب هسه راح اكمل الشغل تبعي وراح اروح اضيف كومبوننت جديدة اللي هي البستون هذه المرة، فبدي ادور على الكومبوننت اللي اسمها بستون. هاي لقيتها تأكدت منها وهاي اوبن. طيب دخل البستون على الاسمبلي سبيس تبعتي، هسه بدي اركبه في محله الصحيح باستخدام كونسترينت مناسبة. فخليني ابدا اضيف الكونسترينت. اول واحد راح استخدمه كونسيدنت، راح اخذ كيرف سيرفيس مع كيرف سيرفيس، فخليني اختار هاي الكيرف سيرفيس الاولاني هاي الكيرف سيرفيس الثاني، فهي سوا تو كيرف سيرفيسز كونسيدنت. كمان مره تو كيرف سيرفيسز كونسيدنت يعني انه السنتر لاينز تبعهم راح تكون متطابقه. لاحظ لما اساوي تو كيرف سيرفيس كونسيدنت انه من 6 degrees of freedom اللي كانوا عندي راحوا 4، ما ظلش عندي غير 2 degrees of freedom حاليا اللي هي translation بهذا الاتجاه بالاضافة ل rotation حوالي هذا الاكسس. طيب هسا الستاتس زي ما انت شايفين صار partially constrained، انا بدي اكمل الاسمبلي. شو ظل علي اساوي؟ زي ما حكينا بدنا نحرك هاي لجوا وبدنا نلف هاي نحطها في الorientation الصحيح. فهلا راح اضيف كمان constraints اضافيه، بس هنا فعليا انا مش راح اضيف constraint لحد ما اوصل الستاتس ل fully constraint، انا راح اخليها partially constraint. شو اللي راح اتركه؟ راح اترك هذه degree of freedom اللي هي translation. بما انه هذا piston بده يكون بيتحرك، لاحظ احنا هون قاعدين نجمع ميكانيزم، فالافضل بما انه نجمع ميكانيزم انه نترك لها مجال للحركه، فهذا البيستون فعليا بده يكون له مجال للحركه translation في الاكسل دايركشن. فانا هنا intentionally عن قصد راح اترك هذه degree of freedom، يعني بس راح اثبت الروتيشن وراح اتركه يتحرك بحرية زي ما راح نشوف بعد هيك. ممكن احركه واشوف كيف شكل حركة الميكانيزم اللي هي سلايدر كرانك ميكانيزم زي ما احنا شايفين. طيب عموما هسا بالنسبة لهذه degree of freedom كيف بدي اتخلص منها؟ بدي اضيف constraint، فهاي new constraint. شو نوع الكونسترينت اللي ممكن استخدمه بحيث انه
ألف هاي بخليها بالأورينتيشن الصحيح. مثلا لو فكرت هون أستخدم كونسيدنت وقلت بدي أجي أختار هذا السيرفيس مع هذا السيرفيس، أكيد هذا اختيار خطأ. ليش اختيار خطأ؟ عشان الكونسيدنت التو سيرفيسز مش بس راح يكونوا بارلل، راح يكونوا في نفس الليفل، وهذا الاشي مش ممكن. اذا بدي احط لي هذا وهذا في نفس الليفل معناته بده يلغي الكونسترينت اللي انا حطيته في الاول اللي هو الكونسيدنت تبع تو كير سيرفيسز، فاكيد الكونسيدنت هنا مش اختيار صحيح. شو في ممكن يكون اختيار صحيح؟ ديستانس برضه مش اختيار صحيح، عشان مع الديستانس انا بدي ادخل المسافه، وهنا المسافه ما بين هذا ذول السطحين انا ما بتحكم فيها. الاختيار الصحيح هنا مثلا بارلل، فهي مثلا اخترت بارلل، جيت اخترت هذا السطح مع هذا السطح، فهي سوالي اياهم بارلل، كل واحد في بلين مختلف ومن غير ما يسألني كم المسافة ما بينهم. اذا البارلل كونسترينت بخلي سطحين بارلل والمسافة ما بينهم بتكون مفتوحة، اي اشي ما بنتحكم فيها. طيب هسا البارلل مناسب، شو كان ممكن استخدم كونسترينت هنا غير البارلل؟ خليني الغيه عشان شوف يعني شو في عندنا خيارات او شو في عندنا انواع للكونسترينت غير البارلل. بالنسبه لهذا الكونسترينت مثلا كان برضو ممكن استخدم نورمال. طيب نورمال ايش مع ايش؟ ممكن اخذ هذا السيرفس مع هذا السيرفس، وهذولا تو سيرفسز زي ما احنا شايفين فعليا عموديات، فاذا بختار نورمال هذولا تو سيرفسز خلاهم عموديات ولقى لي روتيشنال ديجري اوف فريدم. طيب غير النورمال هسه ممكن الغيها، وممكن طبيعي انه نفتح الليست ونغير من هنا. طيب فجربنا النورمال، جربنا البارلل. طيب خلينا نشوف الانجل اوفست شو بتساوي. هاي اخترت هنا انجل اوفست، هسه لما اختار تو سيرفيسز واختار نوع الكونسترين انجل اوفست، بفترض انه بدي احدد قيمه الزاويه ما بين هذول السطحين. لاحظ السطحين اللي انا مختارهم حاليا قيمه الزاويه 90 عموديات على بعض، بدي اغير الزاويه بقدر احط اي زاويه بدي اياها، فمثلا 30، فلاحظ ميل لهذا بحيث انه يكون في عندي زاويه 30 درجه ما بين هذا السطح وهذا السطح. هسه اذا بدي اجيب هذه القطعه او البستون بشكل صحيح باستخدام الانجل اوفست، اكيد ممكن استخدم الانجل اوفست، بس بدي احط قيمه صحيحه للزاويه، فانا ممكن احط 90 او 270 راح يجيب لي اياها بشكل صحيح. طيب هاي 90، فهي هيك صارت الاورينتيشن تبعت البستون صحيحه عشان اقدر اركب الكونكتنج رود. طيب هيك الستاتس معطيني بارشلي كونسترينت زي ما احنا شايفين، ظل عندنا ديجري اوف فريدم اخيره اللي هي ترانسليشن. هسه ممكن انا الغيها، اضيف كونسترين مثلا مسافه بين هذول السطحين، بس انا فعليا عن قصد بدي اتركها عشان اترك مجال للحركه لهذا البستون، فراح اوقف هنا على بارشلي كونسترينت وضعت الشارت الصح. طيب هسه ليش اللي بننتبه له بالنسبه لهذا البستون؟ لما دخل على الموديل تري لاحظ انه بجنب الاسم في عندي هذا المستطيل او المربع الصغير. بالنسبه للقطع اللي دخلتهم قبل هيك ما كان في عندي المستطيل اللي شايفينه هون. هذا المستطيل على ايش بيدلني او شو بيحكي لي؟ بيحكي لي ببساطه انه هذه الكومبوننت ما هيش فولي كونسترينت، فاي كومبوننت ما بتكونش فولي كونسترينت ببين جنبها هذا المستطيل. طيب ما هيش فولي كونسترينت يعني لسه بتقدر تتحرك، خلينا نتاكد انها بتتحرك. فاذا بدك تحرك اي كومبوننت ممكن تستخدم الايكون الموجود هنا اللي هو دراج كومبوننت. هسه اي كومبوننت ما هيش فولي كونسترينت اللي بقدر احركها، بس ايش فولي كونسترينت ما بقدر احركه. طيب فهذا بساوي كليك عليه اخترته، فلاحظ هسه لما احرك الماوس بتحرك، وفعليا الحركه الوحيده اللي ممكنه زي ما احنا شايفين اللي هي ترانسليشن، وانا عارف انه تركت ترانسليشنال ديجري اوف فريدم بالاصل. طيب فخلص هنا مناسب، بس حبيت اتاكد من مساله الحركه ونشوف انه ممكن احركه. طيب هسه خلينا نضيف كومبوننت جديده على الاسمبلي، بدي اضيف الكرانك اللي بده يركب هنا ما بين تو براكتس. فخليني اعيد نفس العمليه اسمبل، اروح ادور على القطعه اللي اسمها الكرانك زي ما احنا شايفين، هاي ضغط اوبن، دخل معاي الكرانك، خليني اقربه من المكان اللي بدي اجمعه فيه. طيب هسه بدي اركبه مكانه باستخدام كونسترينت زي كل مره. فشو اول كونسترينت ممكن نستخدمه؟ ممكن نستخدم كونسيدنت كيرت سيرفيس مع كيرت سيرفيس. فهاي مثلا جيت على الكيرت سيرفيس اللي هنا اخترته، وجيت على الكيرت سيرفيس اللي هنا اخترته، او ممكن طبيعي سنتر لاين مع سنتر لاين نفس الفكره. طيب فهاي هيك حرك لي اياه هنا لغالي 4 degrees of freedom، ظل عندي بس 2 degrees of freedom translation
بهذا الاتجاه زي ما احنا شايفين بالإضافة إلى الروتيشن. طيب هسا بدنا نضيف constraint ثاني عشان نحركه، فهاي constraint ثاني. هسا بدي أحركه وأجيبه هنا في المنتصف ما بين هذول الثنتين. ممكن أحركه بأكثر من طريقة، مثلا ممكن أستخدم datum planes. لو في عندي datum plane في نص هاي وdatum plane في النص ممكن أخليهم coincident. أنا هاي المرة بدي أستخدم distance، وراح أختار هذا السطح مع السطح المقابل. لاحظ هنا أنا اخترت distance مش coincident عشان بدي أترك مسافة أو offset ما بين هذول السطحين، فعليا قيمة الأوفست بدي أتركه 1 مليمتر. أنا فعليا لما سويت البارتس تبعت هاي الأسمبلي حسبت حسابي إنه راح أترك فراغ 1 مليمتر من هنا واحد مليمتر من هنا، عشان فعليا في الواقع لما يكون عندنا قطع بدها تتحرك لازم يكون ما بينها أوفست. لاحظ كمان مرة أنا بحكي هاي الشغلة يعني في الواقع، بس هنا يعني حتى لو كانوا متلامسات أو متداخلات ما في مشكلة. هنا برضو مثلا لو هذا الشافت أكبر من الهول ما في مشكلة، هنا ما بتعامل مع الفيزيكال سايز، هنا بتعامل مع constraints بس. طيب عموما الستاتس حاليا صار partially constraint. ليش؟ لسه في عندي degree of freedom واحدة اللي هي الروتيشن. هسا اذا بدي اثبت الروتيشن بضيف constraint ثالث، او ممكن اتركها partially constraint. انا اتركها partially constraint بس على سبيل المثال لو بدي اثبت هذا الكرانك بزاوية معينة، كيف ممكن اثبته بزاوية معينة؟ بضيف new constraint وبختار angle offset، شفناها قبل شوي. فمثلا لو اخترت angle offset وجيت اخترت هذا السطح مع هذا السطح، هسا ممكن ادخل مقدار الافست ما بينهم، فمثلا ممكن احطها 45 درجة انتر، فهيك بميله وبثبته على زاوية 45 وبعطيني الستاتس fully constraint. طيب ممكن اخليه fully constraint ما في مشكلة، بس زي ما حكينا بما انه هذه ميكانيزم انا حاب اشوف الحركة تبعت الميكانيزم، فمش راح احط الكونسترينت الاخير الثالث هذا، راح الغيه وراح اخليها partially constraint وراح اتركه حر الحركة بالنسبة للدوران. وفعليا الكرانك حركته الوحيدة اللي ممكنة في الواقع راح تكون هي rotation زي ما هو موجود عندنا. طيب هيك خلصت، راح اوقف على partially constraint مع 1 degree of freedom. خلينا نتأكد انه بيقدر يتحرك، فهي راح استخدم drag component اختاره، فعليا زي ما انتم شايفين بيقدر يتحرك. طيب بعد ما حطيت البيستون من هنا الكرانك من هنا، خليني اجيب القطعة اللي بدها توصل ما بينهم. هذه القطعة اللي بدها توصل ما بينهم اسمها الكونكتنج رود. طيب خليني اشوف الكونكتنج رود اللي عندي واضيفها على الاسمبلي. فكمان مرة راح اختار اسمبل، اروح ادور على الكونكتنج راد. هاي دورت على الكونكتنج راد لقيتها اخترتها وضغطت اوبن. طيب دخل الكونكتنج راد على الاسمبلي، خليني اقربها عشان اقدر اساوي زوم واطلع. طيب هسه بدي اجيب هذا الكونكتنج راد واثبتها في مكانها هنا، فبدي استخدم constraint. اول constraint راح استخدمه اللي هو coincident كيرسرز مع كيرسرز. طيب فممكن اجي اختار كيرسرز هذا، او لاحظ برضه ممكن اختار كيرسرز الخارجي بما انه اثنين لهم نفس السنتر بيعطوني نفس النتيجه. طيب فهي اخترت الكيرسرز الخارجي مع برضه اما الكيرسرز هذا او الخارجي، اثنين لهم نفس السنتر، فهي اخترت مع هذا. فهيك هاي حط لي اياهم على نفس السنتر لاين، وظل عندي بس 2 degrees of freedom translation زي ما احنا شايفين بالإضافة إلى الروتيشن. طيب هسا بدي أجيب هاي وأحطها في مكانها الصحيح، فراح أضيف constraint إضافي new constraint نوعه distance، وراح أختار هذا السطح مع السطح المقابل له وأحط مقدار الأوفست 1 مليمتر. طيب هاي حرك لي إياها لهنا. طيب الستاتس حاليا صار partially constraint، وانا فعليا لسه في عندي degree of freedom واحدة اللي هي الروتيشن. طيب هسا بالنسبة لهاي الكومبوننت انا ما خلصت، لسه بدي اضيف constraint ثالث، وهذا constraint الثالث مهم عشان اركب الاسمبلي او الميكانيزم بشكل صحيح. لاحظ انه هذه الهول وهذه الهول لازم يتطابقوا، فعليا
راح يجي بن يدخل جواتهم. فبدي اضيف كونسترينت ثالث عشان اركب هذول التو هولز فوق بعضهم. فهاي اخترت نوع الكونسترينت كمان مره كونسيدنت، اخترت الكيرف سيرفس اللي هون مع الكيرف سيرفس اللي هون، فهاي ركب لي اياهم فوق بعضهم بحيث انه السنترز تبعت الدوائر تكون متطابقه. طيب هسه ضفت الكونسترينت الثالث. مع هيك لما اطلع هون على status لسه مورجيني partially constrained، بس فعليا هذا status اللي شايفينه مش صحيح. ليش مورجيني partially constrained؟ عشان هو بيقول لك هذا لسه بيقدر يتحرك عشان نراكب على الكرانك. بما انه الكرانك بيقدر يتحرك فبالتالي هذا بيقدر يتحرك، فهذه هي الفكرة ببساطة. بس احنا فعليا اضفنا constraints كفاية. لو كان الكرانك fixed هذا برضو راح يكون fixed. هسه لاحظ rotational degree of freedom اللي احنا شايفينها فعليا خطأ. لاحظ لما احرك هو بورجيني انه كأنه طلع من الجوينت اللي هنا، بس فعليا هذا الحكي مش صحيح. يعني مجرد ما اضغط اشارة الصح فعليا ركبها والconnecting rod هيك راكب بشكل صحيح. هسه خليني اتأكد من الحركة تبعت الميكانيزم. بما اني انا تركت كل هاي الكومبوننتس الها حرية الحركة، خليني امسك الكرانك وزي ما انتم شايفين ممكن الف الكرانك ويتحرك البستون زي ما احنا شايفين. طيب هسه اضفنا مجموعة كويسة من الكومبوننتس. شو ضايل عندنا هنا؟ ضايل عندنا قطعة هنا اللي هي البن، بنركبها ما فيها فكرة مميزة. وفي عندنا قطعة هنا اللي هي الهاندل نستخدمها لتحريك الكرانك، برضو ما فيهاش فكرة جديدة. فخلينا حاليا نأجلهم للآخر ونبدأ نركب كومبوننتس ثانية. خليني أبدأ في تركيب الليجز. في عندي 4 ليجز بدها تركب في الفتحات اللي موجودة تحت، خليني أبدأ في تركيب الليجز حاليا. هسا بالنسبة للليجز نبدأ فيهم. فهي راح أبدأ في أول واحدة هنا، بدور على الكومبوننت اللي اسمها ليج. هاي اخترتها لقيتها أوكي، دخلتها على الأسندي. طيب خلينا نزيحها لتحت شوي عشان أساوي زوم. طيب هذه الليج بدي أركبها في مكانها، بس ببساطة بدها تركب في الفتحة المربعة اللي موجودة هون، هذه قطعة المربعة. طيب كيف بدي أثبتها في مكانها؟ أكيد بدي أستخدم constraints. فخليني أختار أول constraint، راح أختار coincident السطح العلوي تبع هاي مع السطح السفلي اللي هون. فببساطة حط لي السطحين على نفس الليفل ولغالي 3 degrees of freedom. ضال عندي 3 degrees of freedom، 2 translation و 1 rotation. طيب بدي اضيف كمان constraint ثاني، هاي new constraint. شو نوع constraint الثاني؟ برضو coincident. طيب راح اختار هذا السطح مع السطح اللي مقابل له من جوا، فهيك حرك لي هذول السطحين خلاهم في نفس البلين زي ما انتم شايفين. ظل عندي degree of freedom واحدة اللي هي translation بهذا الاتجاه. فراح اضيف كمان constraint ثالث عشان احول status ل fully constrained واكون ركبت هاي في مكانها الصحيح. طيب هاي الكونسترينت الثالث برضو انسب اشي اني استخدم حاليا coincident. اكيد ممكن اسويها باستخدام distance واحط قيمة offset zero، بس الاصح اني استخدم coincident. طيب فهاي اخترت هذا السطح مع هذا السطح المقابل له وتحركت الليج، ركبت في مكانها الصحيح والستاتس صار عندي fully constrained زي ما احنا شايفين. فهي ضغطنا على اشارة الصح. طيب هسه بعد ما ركبت الليج الاولانية بدي اركب البقية. في عندي كمان ثلاثة. هسه ممكن ارد اعيد نفس العملية اللي سويتها كمان ثلاث مرات، بس في طريقة اسهل واسرع انه اركب البقية باستخدام pattern. الباترن احنا شفناه قبل هيك واستخدمناه لما كنا نحكي عن البارتس. نفس فكرة الباترن اللي موجودة في البارتس موجودة في الاسمبلي. كيف ممكن اساوي باترن في الاسمبلي؟ بدي اختار الكومبوننت بدي اساوي منها باترن. فمثلا بدي اساوي باترن من الليج بختارها، وبعد هيك ممكن اضغط على الباترن ايكون اللي موجود هنا. طيب قبل ما ابدا اشتغل على الباترن، لاحظ لما بدي اساوي باترن بدي اكون عارف المسافات ما بين الكوبيز.
ففعليا بدي اتاكد من المسافات. هسه احنا لازم نكون عارفين المسافات بما انه سوينا الكومبوننتس، فعارفين شو المسافات اللي حطيناها مثلا ما بين هذولا وما بين هذولا. بس على سبيل المثال لو ناسيين المسافة لو مش متأكدين المسافة، بدنا نطلع او نتأكد كم هي المسافات بشكل سريع، فراح نشوف هاي العملية في الاول. طيب كيف ممكن نتأكد مسافات؟ ممكن نساوي اشي اسمه ميجر. خلينا نشوف كيف ممكن نساوي ميجر. الميجر ببساطة من خلاله بنقيس اي اشي بدنا اياه. راح نروح على اناليسس. هسه في عنا الميجر، هاي الايكون تبعه موجود هنا، راح نضغط على السهم ويجينا الانواع المختلفه الميجرز اللي متوفره عندنا. في عنا ديستانس ممكن نقيس مسافه، في عنا لينث طول اي كيرف او ارك، في عنا انجل ما بين خطين ما بين سطحين، ديامتر لاي شيء دائري ممكن نقيس الاريا، لاي سطح ممكن نقيس الفوليوم. طيب هسه عموما بدنا نختار النوع المناسب من الميجر. احنا هون بدنا نقيس مسافات، راح اختار ديستنس، بدي اقيس المسافة بين هذول التو ليجز. فببساطة راح اجي على السيرفس اللي هون واختاره، واجي على السيرفس اللي هون واختاره. بس قبل ما اختار السيرفس الثاني بدي اضغط كنترول عشان افهمه اني بدي اختار السيرفس الثاني بالاضافة للسيرفس الاولاني. طيب فهاي ضغطت كنترول وجيت على هذا السيرفس واخترته، فهلا اعطاني الديستنس ما بين هذول التو سيرفيسز، والديستنس ما بين هذول التو سيرفيسز زي ما احنا شايفين 520. طيب هاي سويت اول ميجر، قست المسافه بهذا الاتجاه 520. خليني اضغط على السهم هنا بيفتح لي لسته بتورجيني الاشياء اللي انا اخترتها سو فار. فانا حاليا اخترت هذول السطحين، هسه خلصت منهم، فراح اساوي ريموف اول عشان اختار من جديد واقيس المسافه بالاتجاه الثاني. طيب هسا المسافة باتجاه ثاني ممكن اختار سطحين، برضو ممكن اختار نقاط او edges او whatever. طيب خليني هاي المرة اقيس من edge ل-edge. فهاي اخترت الedge الاولانية، هاي ضغطت control واخترت الedge الثاني اللي هون، هاي اعطاني المسافة ما بين التو edges زي ما انتم شايفين 220. طيب فاذا المسافات تبع الباترن بدي استخدمها في الاتجاه هذا 520 وفي الاتجاه الثاني 220. طيب خلصت من الميجر، بسكره وبرجع على التاب تبع موديل عشان اساوي الباترن تبعي. طيب عشان اساوي الباترن زي ما حكينا بدنا نختار الكومبوننت اللي بدنا نعمل منها باترن اللي هي الليج زي ما احنا شايفين. بعد ما اخترنا هذه الليج نضغط على باترن. طيب هيك نكون بدأنا نشتغل على باترن. اول اشي بدنا نحدده شو نوع الباترن. نفتح الليست، لاحظ في عنا انواع مختلفة من الباترنز، واحنا استخدمنا الباترن قبل هيك. النوع اللي استخدمناه المرة اللي فاتت كان اول نوع موجود هون اللي هو دايمنشن. لاحظ دايمنشن مبين هون بس ما هوش اكتف، ما بنقدر نستخدمه. ليش ما هوش اكتف وما بنقدر نستخدمه؟ عشان لما جمعنا الليج في مكانها ولما ركبنا الليج في مكانها استخدمنا 3 constraints كانوا عبارة عن considered، فما دخلناش اي دايمنشن او اي مسافة. لو كنا على سبيل المثال بدل coincident استخدمنا distance، وقتها راح نلاقي dimensions ممكن نستخدمهم عشان تحديد الاتجاهات. طيب عموما شو ممكن نستخدم dimension؟ شو اللي راح نستخدمه هاي المرة؟ راح نستخدم الخيار الثاني اسمه direction، وفعليا اسهل في كثير من الحالات. طيب فخلينا نختار direction. طيب اخترنا direction، هسا كيف بدنا نحدد الاتجاهات اللي بده يتحرك فيها الباترن؟ ببساطة باستخدام lines. بدك تتحرك في اي اتجاه بتختار اي لاين ماشي في هذا الاتجاه. فانا مثلا بدي اتحرك في هذا الاتجاه اول اشي، فبدور على اي خط اي لاين اي ايدج ماشي في هذا الاتجاه. فهي مثلا اخترت هذه الايدج. طيب اخترت هذه الايدج ففهم انه بيتحرك في هذا الاتجاه الافقي. هسا هو بيتحرك في الاتجاه الصحيح بس بدي اعكس السهم، يعني السنس مش صحيح. عشان اعكس السهم بضغط على الفليب اللي موجودة هون، او ممكن يدويا اعكس الاتجاه زي ما انتم شايفين. طيب هسا الاتجاه صحيح بس بدي ادخل قيمة الافست ما بين الكابي رقم واحد والكابي رقم اثنين. المسافة هون قسناها كانت 520. طيب فتو كابيز والمسافة 520، هذا بالنسبة للاتجاه الاول. هيك خلصت من الاتجاه الاول، بدي اروح اعرف الاتجاه الثاني اللي هو عمودي عليه. طيب كيف بعرف الاتجاه الثاني؟ هاي دايركشن رقم 2 موجود هنا،
ففي البداية بدي اسوي له اكتيفيشن، يعني عشان افهمه انه خلصت من دايركشن 1 بدي اروح على دايركشن 2، فبحكي لك كليك هير. طيب هاي سوينا كليك هون، هسه بدنا نحدد الاتجاه الثاني. كيف بنحدده؟ كمان مرة باستخدام اي ايدج او لاين ماشي بهذا الاتجاه. هاي مثلا اخترت هذه الايدج، فعلى طول اخذ الاتجاه صحيح، ما فيش داعي انه اساوي فليب للدايركشن، بس بدي ادخل قيمة الافست الصحيحة. قيمة الافست في هذا الاتجاه زي ما كنا متذكرين قسناها قبل شوي كانت 220، فهي 220 انتر. طيب هيك بكون كملت الديفينيشن تبع الباترن. لاحظ الباترن اللي عرفناه هنا 2 by 2، فبعطيني يعني 4 legs، هاي الاولى اللي هي الاصل 2 3 4. طيب هيك خلصنا، نضغط على اشاره الصح، هاي بينت معانا الفور ليجز، وهي عباره عن باترن زي ما احنا شايفين هنا. طيب بعد ما اضفنا الليجز حطيناهم في اماكنهم، خلينا نبلش نركب البولتس او البراغي. حاليا في عنا في هذه الاسمبلي 8 براغي، 4 هنا على السلندر، وكل واحدة من التو براكتس بده يجي لها 2 بولتس. طيب هسا البولتس اللي عندنا هنا راح يجي مع كل بولت او برغي من تحت واشر بالاضافة الى نوت. هسا هنا في الاسمبلي بدل ما كل مرة اجي ادخل البولت البرغي وبعد هيك ادخل الواشر اللي هي الرونديلا وادخل النات اللي هي السمونة من تحت، يعني بدل ما اساوي 3 عمليات كل مرة، هنا ممكن اختصر هذه العملية. كيف ممكن اختصر هذه العملية؟ البولت والواشر والنات دائما بتكرروا مع بعض بنفس الطريقة بنفس الترتيب. طيب فشو اللي ممكن نسوي في هاي الحالة عشان نختصر حالنا الشغل؟ خلينا نشوف. خليني افتح الوركينج دايركتوري تبعي. هسا عموما البولت هايها موجودة هون، ففي عندي بارت اللي هي البولت، نوت هايها موجودة هون، ففي عندي بارت اللي هي النوت، والواشر هايها زي ما احنا شايفين. طيب هسا هذول الثلاث قطع دائما بتكرروا مع بعض بنفس الترتيب، فاللي سويته انه قبل ما اعمل هذه الاسمبلي اللي انا شغال فيها حاليا، عملت اسمبلي في البداية حطيت فيها 3 components. هذه هي الاسمبلي اللي عرفتها في البدايه، حطيت فيها 3 components اللي هي البولت مع الواشر والنات، وسيفت هذه الاسمبلي وخليتها في الوركينج دايركتوري تبعي. طيب فهسه عشان اختصر حالي الشغل، بدل ما ادخل بولت بعد هيك نات بعد هيك واشر، راح اختار الاسمبلي كامله وادخلها. فهذه الاسمبلي اللي انا عرفتها في الاول بالنسبة للأسمبلي اللي شغال فيه حاليا راح تكون أسمبلي فرعية أو سب أسمبلي، فراح أدخل هذه الأسمبلي كاملة as سب أسمبلي في الأسمبلي الحالية اللي شغال فيها. طيب عموما هاي اخترت الأسمبلي كاملة وهاي ضغط open، فدخلت عندي هنا زي ما بتدخل أي كومبوننت عادي. طيب هسا بدي أحركها أجيبها مكانها باستخدام constraints مناسبة. فهاي أول constraint بدي أضيفه اللي هو راح استخدم coincident، راح اخذ هذا السطح مع هذا السطح. طيب هاي حط لي اياهم على نفس الليفل. طيب غير هيك شو ظل علي اساوي؟ بدي احرك هاي واجيبها بحيث انه تيجي في الهول اللي موجوده هون. فعشان اساوي هيك راح اضيف constraint جديد في هاي كمان مرة، ونوع الconstraint اللي راح استخدمه اللي هو coincident. طيب coincident ممكن اجي اختار هذا curve surface مع curve surface هنا، بس لاحظوا هنا انه السطح تبع البولت ماهوش curve surface، هذا helical sweep، ما بقدرش اختار helical sweep عشان اساوي insert، لازم ادور على curve surface او arc. شو اللي ممكن اختاره؟ مثلا ممكن اختار هذا السطح اللي هو تبع الواشر، او عموما لو ما كانش في عندي واشر ما كانش في عندي كير سيرفيس ممكن استخدمه. هنا في خيار سهل جدا واستخدمناه قبل هيك اللي هو الاكسس، يعني لو ما لقيت كير سيرفيس عشان اساوي هذه العمليه بختار كونسيدنت وباجي بختار هون الاكسس تبع الهيليكال سويب الها اكسس مع الاكسس تبع الهول، فبيجيب لي هذه بيركب لي اياها هنا. طيب هسه زي ما انتم شايفين ظل عندي ديجري اوف فريدم واحده اللي هي روتيشن،
هسه انا تفرقش معاي كيف الروتيشن بتصير، فمش ضروري اضيف كونسترينت ثالث واخير في هاي الحاله عشان احولها ل فولي كونسترينت. هون ببساطه راح اختار الاو اسامبشنز فثبتها واعطاني فولي كونسترينت. فهيك اضغط على الشارت الصح، ركبت البولت مكانها مع الواشر والنات من تحت زي ما احنا شايفين. طيب زي ما ركبت البولت الاولانيه هذه، هسه بدي اركب